كل الاجهزه أمنية. المسؤوله عن هذا الامر 20,000 متفرغ خلال الايام القادمه. ولا حاجة. عشان انت من 5 ل 20 أنا كاسجد ماشي يعني، أوكي انا اقصد ان أربعة طبعا أضعاف ولا حاجه، ولا انا حاجة فاهم. بالنسبة لزمان. لا طبعا طبعا، ماشي. ما تبص أيوه أي ماشي. لكن من 5 ل 20 ثلاث اضعاف كويس جدا. يعني طبعا كويس، بس يعني نتمنى السنه دي تبقى 4 اضعاف، السنه الجايه تبقى بالظبط. الطبيعي بقى. افتح وبرضه بنفس شروطك، افتح وبنفس يا عم. استاد القاهره بيشيل 67,000، وصلهم ل 40 وبنفس شروطك، عن طريق تذكرتي وعن طريق الفان اي دي وعن طريق هتلاقي الدنيا كويسه وحلوه وجميله. ومحد كده كده ما فيش حد دلوقتي بيعمل شغب، ودول في حته ودول في حته. النهارده ماتش اسماعيلي والزمالك، الله على الجمهور، حاجه حلوه الله قوي، على الجمهور من ناحيتين. ماتش حلو طبعا فني وكل حاجه، ولكن احلى حاجه في طبعا الجمهورين الحقيقه هنا طبعا وهنا. انا اول مره من فترات كبيره الاقي المدرج بتاع الاسماعيلي فل. من ايام مثلا 2004، من ايام ما كنتوا بتلعبوا انتوا هناك في فرق اسماعيلي. الاسماعيلي، ما كانش المدرج بيبقى فول كده لا بصراحه. خالص. جمهور الزمالك رايح مثلا فوق ال 5000 واحد، وجمهور الاسماعيلي معدي ال 15. مش هقول لك دول 20، دول استحاله يبقوا اكتر من 20 النهارده، ولكن اتمنى هو شكل العام 40 حلو جدا. بقالنا كتير يا طب شباب، اقول ما ده عايز اللي انا ولا حاجه، بقوله لك. الكلام ده مش كان مؤثر على اللعيبه في لا الملعب بالايجاب؟ جدا الماتش كان حلو كمان فنيا جدا يعني. جدا جدا. وفي كان في كلام من شويه هنا حاجات وكلام من بس هنا. تحكيميه، ولكن في النهايه خلاص. احنا بص، اي حد في الدنيا هيحكم هيغلط، واي حد في الدنيا يعني على الفار هيغلط، مفيش حد مش هيغلط. عايزين نعدي عشان ما نقفش عند مشاكل زمان كان الناس بتتشتم باهلها. احنا بقى عايزين نعدي الفتره دي. هي هيغلط وده هيغلط وده هيغلط هيغلط هننتقده، وهتغلط هننتقد اداءه، انا اسف. بس هتنتقد اداؤه في غلطه عندك الحته الفلانيه، في لجنه حكام تحاسبه، واحنا نقول له خلي بالك انت عندك غلطه في الحته الفلانيه بالظبط بس. كده. انما برضه مش هنخرج عن الايه؟ الاطار خلي الرياضي بالك والصحي. حقيقي اللي انت بتقوله ده يا كابتن احمد هو نبراس عندنا في قناه الاهلي، مش من دلوقتي، مش ماشي عشان انا يعني، لا مش من دلوقتي، ولكن من 2008 منذ أن تم إنشاء هذه القناة وحتى الآن لم يحدث أن تطرقنا لأمور شخصية تخص أي حد، سواء كرة سلة طايرة، تمام حكام غير حكام، مسؤولين في أندية كانوا بيشتمونا وبيشتموا رئيس نادينا وبيعملوا كل حاجة، ولكن في النهاية لم نتطرق لأي أمور شخصية، لأنه ده مش طبيعينا ولا عمرنا انتقدنا أدائهم. أوكي، ولكن يعني انا امبارح كنت بتكلم مع كابتن عصام عبد الفتاح، او كنت بتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح، انتقدت اداء كابتن عصام عبد الفتاح في فتره من الفترات، ولكن هل حد يقدر ينكر ان كابتن عصام عبد الفتاح قيمه وقامه كبيره جدا أكيد في التحكيم أكيد المصري؟ أكيد. لا اخطا مش في تحكيم مصر بس، ده تحكيم عالمي. برافو أما عليك. يختاروه، أما يختاروه في الإمارات من أحسن مطورين بالظبط، مش الحكام في هقدر اقول العالم، غير كده، يبقى إحنا يبقى مش بنتكلم هقدر اقول غلط. غير كده، ولكن هل ده يمنع ان انا اقول ان الكابتن إنه أخطأ، عصام عبد كلنا أخطأنا. الفتاح في الفتره الاخيره عندما كان رئيسا للجنه الحكام كان عنده اخطاء واضحه وصريحه وكلنا اتكلمنا لا فيها؟ لا عادي، لا ده حاجة طبعا، ودي حاجة. ولكن دي حاجه بالظبط ودي حاجه، بالظبط فاحنا بالظبط. دايما بنعرف نفرق ما بين ده وما بين ده. ليه كلام بس في نقطة مهمة جدا. هو برضو يعني في فرق لا انا كبير عايز، بس جدا، عايز اقول لك انت ان صح ده فعلا. نبرة يعني، او دي قاعده. ناموس، ناموس، احنا ده ناموس قاعده او بالظبط. قانون احنا تمام ماشيين بيه داخل قناه النادي الاهلي من أكيد 2008 منذ ان تم انشاء هذه القناه وحتى هذه اللحظه، واعتقد إن شاء الله لعمر أبد مهما الأبدين كان إن شاء اللي الله. موجود هتلاقيه دايما دي، لان ده مش احنا، ده النادي الاهلي. تمام. أكيد يعني من أهم المبادئ إن إحنا عمرنا ما بنغلط في حد، ولما حد بيغلط فينا بنشاور من بعيد، ما بنوجهش كلام. ودي ميزة برافو عليك. إن أنت كل ما تتجاهل حد الدنيا بتبقى أحسن لك أنت نفسيا على الأقل. أدي رقم واحد. رقم اتنين، أنا بس عايز أوضح نقطة، مش معنى إن أنا بنتقد واحد يبقى أنا أنا يعني ضده بقوة يبقى أنا ضد. وحش، والله لا العظيم بالعكس. أبدا، ده أنا ممكن انتقادي ليه ده يخليه هو يفكر في الصح عشان يبقى كويس، والعكس صحيح. انا لو بطبل لواحد على كل حاجه يبقى الراجل ده مهما شاف هو هيشوف نتيجته في الاخر بعد كده هتبقى وحشه. حقيقي. انما دلوقتي انا لما بنتقدك انا عايزك تبقى احسن وعايزك تبقى اعلى. هي دي شغلانه الاعلامي. كان معايا، الاعلامي يلقي الضوء ثم ينتقد الاول قبل ان يشيد. كان معايا من الاسبوع اللي فات الاستاذ خالد الاتريبي والاستاذ عصام شلتوت وكابتن محمد حشيش وكابتن ماهر همام، اليوم الاثنين اللي فات تحديدا زي النهارده، وكنا بنتكلم عن انه من الدروس المستفاده في كاس الامم الافريقيه، او من احسن الحاجات اللي حصلت في كاس الامم الافريقيه، الحكام المصريين. تمام. بعد ما خلصنا قلنا كلمتين، قلنا ايه يا كابتن احمد؟ قلنا هنرجع الدوري،
فمثلا كابتن فلان الفلاني هيخطئ، مش معنى ان انا عمال اقول ان هو كويس وكويس وكويس امجد فيه، لان هو فعلا كان كده في كاس الامم، مش معنى ان هو يخطئ هنسيبه او هنعدي الامر، ولكن هننتقد اداؤه. يعني كابتن، هو كابتن محمد عادل النهارده هو كابتن محمد عادل بتاع كاس الامم الافريقيه، تقدر تقول ان في اختلاف، لكن احنا هل ده معنى ان احنا بنحبش كابتن محمد عادل؟ لا طبعا، ملهاش علاقه. لا طبعا، فالامور دي واضحه وصريحه، وستظل دايما هناك فروق كبيره جدا بين ان انت تغلط في شخص او تنتقد شخص وتنتقد اداء شخص. احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن اداء الشخص. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي ومبارياته السابقه ومبارياته القادمه ان شاء الله.